بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا قصة حقيقية واقعية، حثت هذه القصة في الخمسينات، بداية الخمسينات. هذا نوبات الله سبحانه وتعالى يبتلي شخص ببلاء هو ما فعله، ما عامله هذا البلاء. اسمعوا هذه القصة. أكو أخوان اثنين، واحد اسمه جاسم الكبير وأخوه الأصغر من عنده اسمه حازم. جاسم ولد شاب عمره ما يقارب 25 سنة، ما متزوج. أخوه حازم كان في حينها عمره ما يتجاوز 13-14 سنة، بعده فتي. جاسم كان عنده أصدقاء، طبعا هم ساكنين في قضاء، أطراف قضاء بالعراق. جاسم عنده أصدقاء بنفس المنطقة بس تبعد عنهم بحدود الكيلوين، مناطق زراعية. وذول أصدقاء من عشيرة ثانية، لكن أصدقاء يعني حال يروح يبات يمهم، هم يجون يباتون يمه، ناس تعزم ناس على غدا وعلى عشاء، يعني أصدقاء بشكل. يوم من الأيام جاسم قال للأهل، قال لهم أنا راح أروح على بيت فلان أصدقائه. راح لهم بعد الظهر، يعني يمشي والجو حار بين ما يوصلهم، فيريد يزورهم. بطريقه اكو مزرعه مال قطن، مزرعه القطن دائما القطن يصير يعني الزرع ماله عالي. هو يمشي بالزرع سمع اكو فد صوت خرخشه بالزرع. شنو هذا الصوت؟ ما اعرف، احاول استكشف. جاسم كان دائما من يمشي بدون سلاح، احيانا يخلي خنجر عنده، يخليه بحزامه. فجاسم يريد يستكشف شنو هذا الصوت، تصوره يعني فتح حيوان مثلا شيء. يحاول يفتح بين الزرع يباوع، وإذا يوصل مكان صدم ويشوف واحد يعني نايم ويا وحدة وده يفعل بيها الزنا. هذه الوحدة المرأة وجهها صار بوجه جاسم، شافها هذا اللي صدمه. أما الرجل ظهره كان على جاسم فما عرفه منه. من هي هاي الفتاة؟ أخت أصدقائه. جاسم انصدم صدمة قوية، رأسا جاسم بدون شعور افتر ورجع لأهله. أهله سألوه، قالوا له جاسم أنت مو رايح على أصدقائك بيت فلان؟ قال لهم والله صار شغل وطلت وكذا، منه يعني تعذر لهم فد عذر وما راح. لكن المشكلة وين؟ هذه البنية توقعت أنه جاسم راح يفضحها. بعد ما هرب ذاك أو هي هربته، راحت تركض على أهلها وتصرخ بكل صوتها، شبيش؟ قالت لهم جاسم اعتدى علي مزرعة القطن. هنا صار الضجة عندهم. الظاهر اخوانها مو ذاك ذولاك الزلم الحوك، وعدهم دراية وعدهم مفهومية. مباشرة اخذوا اختهم وراحوا الى مركز الشرطة، اشتكوا على جاسم.
جاسم هو بالبيت ما يحس إلا جتة دورية مال شرطة مسلحة. شكو قالوا عليك القى قبض، ألقوا القبض عليه وأهله مصدومين لأنه ما خبرهم على شنو، ما يعرفون. أخذت الدورية ودوه لمركز الشرطة. مركز الشرطة بدأ تحقيق وياه، فهو انصدم يعني من شاف إخوانها هذه خارج المركز. يعني ما معقولة أكو واحد يروح يفضح نفسه النوب يشتكي عليه بهالموضوع هذا شلون. المهم معاون المركز يحقق وياه، فطبعا جاسم أنكر. جاسم رواله ما شافه للمعاون، قال له يا سيادة المعاون، قبل ضابط التحقيق يسمونه معاون، قال له أنا شفت هذه الواقعة، شفت فلانة لكن الرجل ما شفت وجهه، كان ظهره علي ما عرفت منه. وأنا مباشرة افتريت ورجعت لبيتنا، وحتى أهلي ما خبرتهم بالموضوع، لأنه الله سبحانه وتعالى يحب الساترين وأنا ريت أستر عليها، لكن أنا ما توقعت يعني راح أصير بهالطريقة هذه ويجون يشتكون علي ويتبلون علي وأنه أنا اللي معتدي عليها. على كل هذه القضية مو مال بس مجرد كلام وحكي، هذه قضية شرف. الشرطة خلوه لليوم الثاني بأمر قضائي، أخذوه إلى المستشفى وسووا له تحليل، وهي أيضا سووا لها تحليل. التحليل بعد يومين لا يطلع، هي ظلت أيضا محرصين عليها بالتوقيف وهو موقوف. طبعا هي التوقيف قام يعني بالنسبة للنساء يوقفوهم في بيت المختار. طلعت النتيجة مال التحقيق بعد يومين أنه مو هو الفاعل، مو هو، والظاهر الفعل كان مو لأول مرة، كان صاير سابقا، يعني غشاء البكارة عندها رايح من قديم. صار التحقيق وياها فهي نكرت مصرة على أقوالها، لكن القاضي يمشي على الورق اللي عنده. المستشفى تقول مو هو، أطلقوا صراحة الجاسم. هي هذه البنية أهلها استلموها، أخذوها أيضا طلقوا صراحة، أهلها استلموها وين بيتهم قتلوها. جاسم ظل قاعد بمكانه، أهله يحاولون يفتهمون من عنده. طبعا جاسم أخوه متوفي، استغفر الله، أبوه متوفي. جاسم أهله ظلوا يعني أمه أخوه الأصغر من عنده يردون يفتهمون من عنده من هو هذا، قال هم ما عرفوا فعلا، هو ما يعرف منه. المهم كل من قعد بمكانه وظلوا على وضعهم هذا ما يقارب السنتين. جاسم وأخوه حازم يشتغلون بأرضهم الزراعية، وعدهم فلاحين يشتغلون بإجور، وعدهم بعض الماشية وكذا ومن هالأمور هذه، يعني الناس أرياف. ومن بعد سنتين وإذا يجي واحد على جاسم جايب له خبر يسمونه طارش، قال له يا جاسم فلان وفلان وفلان اللي هم اخوان هذه اللي قتلوها اللي كانوا اصدقائه، قالوا له يقولون احنا متندمين ومهما يكون جاسم يعني بياناتنا زاد وملح وكذا، واحنا نريد نعيد علاقتنا وياه، واللي صار صار واللي راح راح، ونتمنى انه هو همنا يعني يسامحنا باللي صار. على كلنا جاسم قلبه طيب بشكل، وهذه مشكلة هواية أكو ناس تغلبهم طيبة قلبهم الزيادة عن اللزوم ويأمنون بسرعة. قال المطلوب، قال المطلوب هم باكر عازمينك على غدا،
فتروح يمهم على غدا. قال له ما يخالف اروح. فعلا جاسم باليوم الثاني راح البيت اصدقائه يتغدى يمهم. جاسم قلت لكم من طبيعته ما يشيل سلاح وياه، يخلي خنجر نوبات بصفحته بحزامه. المهم استقبلوا بالاحضان وكذا والقبلات ويبوسونه ويتعذرون من عنده كلهم. جاسم ارتاح لهاي الوضعيه، اتغدى يمهم نهائيا، ما انفتح موضوع سابق نهائيا لا من عنده ولا من عندهم، وظل يمهم العصر وسنتين مقطوعين من بعضهم هم وسوالف وحكي. صار المغرب، جاسم قالهم أنا أروح لأهلي. قال له كل عقلك انتهي صراحة، يصير دنيا ديال شلون أخليك تروح وحدك، شلون كذا، شلون تروح لأهلك وهذا زرع وكل شيء زرع به، حيوانات مفترسة شيء يعني. المهم بشتى الطرق ما خلوه يرجع لأهله. قالهم إذا باقي أنا يمكم، باكر الصبح إن شاء الله أروح. قبل ماكو لا تليفونات ولا وسائل اتصال، ماكو، مات يمهم. وأيضا نام جاسم في ساعة متأخرة، بقد ما ظلوا يسولفون وظلوا يحشون وظلوا كذا، ساعة متأخرة نام جاسم. لكن اللي صار كارثة. جاسم أثناء نومه واحد من الولد هذول أصدقائه هجم عليه للمضيف وقتله بخنجر بالمضيف. هم طبعا متفقين على هذه. جاسم لأنه نايم ومطمئن فما كان حاسب أي حساب. المهم جاسم انقتل مات. بالليل شالوا جثة مالته ونقلوه جاسم إلى مزرعة مسافة عنهم بحدود أقل من كيلو وذبوه بالزرع. كل العرب أو القرى القريبة ناس على بعضها، ناس تعرف ناس، إلى حد الصبح صار الضحى. جاسم أهله ينتظرونه ماكو. واحد من الفلاحين اللي بالمزرعة اللي ذبوا جثة بيها اجى على الزرع ماله، واذا شوف جثة رجل هذا شنو مقتول، اجى يقلبه عرفه هذا جاسم. قام يفزع بالعرب، قام يفزع بالعالم، قام كذا. العالم التم الشك وقال لهم هذا جاسم مقتول هنا. وصل الخبر لأهله جاسم مقتول. أهله ما رادوا يعني القضية تصير يعني قضية الشرطة، ما بدون قضية الشرطة، أبو حق يأخذ حقه بيده. المهم أخذوا الجثة مال ابنهم طبعا ودوها للمستشفى وتشريح وكذا، وثبتوا الضربة مالته، أسباب الوفاة، انطوا شهادة وفاة، اعطوهم دفنوا جاسم. بعد دفنة جاسم تقريبا بأربعة أيام بقى منه أخوه حازم. حازم من الله سبحانه وتعالى، حازم نار وشرار، الله سبحانه وتعالى منطي يعني صلابة وسبع بشكل. حازم بعد هاي الأربعة أيام، وإذا يعني بعد انتهاء الفاتحة، وإذا يشوف الولد هذول اللي هو يعتبرهم قتالة أخوه اللي انقتل ببيتهم جالسين في مقهى، وين؟ بالقضاء نفسه، يعني مو بالريف، بالقضاء. القضاء يعتبر مدينة بالنسبة لهم. فشافهم جالسين بمقهى وكانوا يلعبون الدومنة. حازم راح مسرع إلى جدة. جدة قاعد بقهوة ثانية
فخبر جده، قال له يا جدي أنا شفت فلان وفلان وفلان قتالة جاسم قاعدين بالقهوة الفلانية يلعبون دومنا، تقبلها أنت دم جاسم يروح هدر؟ قال له ابني منو قال لك أخليهم يروح هدر؟ بس اعطينا مجال. قال له لا أني أولى، أني آخذ ثار أخويا وهم اللي قاعدين أربعة وأني آخذ ثار أخويا مربع. فيعني استصغر شوية، قال ابني تدبرها أنت. قال جدي وصفة عليك، أريد مسدس مالك. قبل كانت المسدسات اللي متعارف عليها أبو البكرة أعتقد ياخذ 5 طلقات. جدي عنده مسدس أبو البكرة يخليه بعزامه اللي وبلي صور طويل، هذا مسدس. أخذ المسدس وراح على القهوة هيك لف كيس بعلاقة، دخل للمقهى هذه اللي قاعدين بيها ما عليه عين، لأن يعتبروه صغير هذا ما عليه عين. الما دخل عليهم صاح بيهم اتلقوهم أخو جاسم ويضربهم طاب طاب طاب، أربعتهم سكتهم قتلهم أربعتهم. المقهى هذا صاير على سياج مال البستان، طفر على البستان ما حد لزمه، هو ما يهمه، وإذا عرفوا وإذا شافوا أهل القهوة يعني الجالسين بالقهوة ما له علاقة. المهم طفر على البستان، افتر من مكان ثاني قدر يرجع المسدس مال جدة إله الجدة، وهو اختفى عن الأنظار. طبعاً وصلت مركز شرطة مستشفى ومركز شرطة وصدروا أمر القبض على حازم، وحازم ماكو وينه، راحوا عليهم مسلحة دورية راحوا عليهم للبيت، قالوا والله حازم ما ندري بيه وين، من البارحة طلع من عندنا وما نعرف بيه وين، ابنكم قاتل، قاتل والله ما ندري ما نعرف وين، متلزمون يلزمون. المهم إلى أن انسحبت الشرطة من عندهم وما يندلون بيه حازم وين. حازم ما يوصل أهله إلا في أوقات معينة، يعرف عيون أكو مراقبة عليه، بس ما انطلزم نهائيا ولا خلى الدولة تلزمه الشرطة تلزمه. جاسم يروح على أقاربه ياخذ سلاح من عندهم ياخذ عتاد من عندهم. جاسم حتى إذا يريد ينام ينام عين وعين، عين قاعدة صاحية وعين نايمة، ما ينام نومة كاملة ولا ينطي مجال. جاسم مرت عليه فترة طويلة، سنة وسنتين وثلاثة، جاسم تزوج بتعمه، طبعا تزوج بتعمه أيضا يعني بدون إعلان زواج لأنه هو مطلوب، وقدر جاسم ينفرد عن أهله سكله بيت طيني، لكن منفرد البيت. هذولاك أيضا قرايبهم اللي انقتلوا يبحثون عنه وأيضا من عشيرة، صار عندهم خبر عن جاسم بالمكان الفلاني، حالوا يدزوا له جماعة يقتلوه، مو يهددوا أنا ما قتلوه، لكن جاسم كان واعي اللي يجي عليه ما يرجع بعد، ولا يعرفونه وين صار ولا يعرفونه انقتل لون وين ولا يعرفونه وين اندفن. جاسم مضت عليه أيام طويلة وسنوات طويلة أو جاسم على هذه الوضعية. جاسم قتل ما يقارب 15 واحد من عندهم، طبعا هم مهمة قتلوا كم واحد من ولد عمه، ومو الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولد عمه شنو علاقتهم؟ لكن احنا بالعرب عندنا هذا مسألة الثار، والثار يشمل على كلنا. وظل حازم مطلوب، صار عنده أولاد وأولاده كبروا إلى حد السبعينات، نهاية السبعينات صارت قاعدة عشائر، وقاعدة العشائر فصلت ما بيناتهم، أصبح هنا جاسم بعد في حل ما عنده كل شيء،
هو سبحان الله جاسم باختيار جماعته عشيرته صار شيخ الفقد عليهم. وتروح أيام وتجي أيام وجاسم كبر بالعمر وتعب سبحان الله ومات موت الله بالمستشفى. مو يقولون وبشر القاتل بالقتل، ولكن جاسم ما قتل اعتبار عن حق أخ الثار أخوه، فمات موت الله سبحانه وتعالى، يعني ما خلاه ينقتل. أو جاسم بقت قصته مخلدة لا تزال لحد الآن في محافظته، مو بس ناحيته وقريته وهي، وإنما في محافظته. حازم بطل أو حازم سبع، وقدر يمشي أموره ويثبت وجوده. هاي نهاية القصة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.